ونتحول مع حضراتكم للمنامة وموفد التلفزيون المصري محمد عبد الله لنقل آخر التفاصيل بشأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة والتي تنطلق غدا، وأبرز ملامح جدول الرئيس السيسي. إليك محمد، أهلا بك من العاصمة البحرينية المنامة وانعقاد هذا المؤتمر الهام، المؤتمر 33، القمة العادية التي تعقد في المنامة. هناك ملفات عدة سوف تطرح يعني في هذا المؤتمر، وعلى رأس هذه الملفات الهامة هو القضية الفلسطينية. يعني أطلعنا على أهم وأبرز الملفات التي سوف تطرح وأورقة العمل التي تم طرحها بالفعل بالأمس. طيب، قبل ما نخوض في بنود والملفات التي تستطرح على القمة العربية 33، ننتظر وصول السيد الرئيس بعد قليل إلى المنامة للمشاركة في الدورة 33 للقمة العربية. السيد الرئيس منذ توليه الحكم في البلاد وهو حريص كل الحرص على حضور كافة القمم العربية والمشاركة المسيرة التي تكون على أعلى مستوى للمشاركة في تلك القمم. هناك عدد من البنود الرئيسية المطروحة على جدول أعمال القادة العرب خلال اجتماعهم غدا إن شاء الله هنا في المنامة في الظهيرة. هناك 8 بنود رئيسية مطروحة على أجندة هذا الاجتماع الهام. 70% من هذه البنود يحتلها الشق السياسي. البنود الثمانية تتعلق بكافة الأنشطة العربية والمجالات العربية، المجالات في مجال السياسة، الاقتصاد، المجال الاجتماعي والثقافة والإعلام والأمن، وأيضا التعاون العربي مع التجمعات العربية الدولية والإقليمية. البند الأول فيها جدول الأعمال سوف يتعلق بطرح لجنة متابعة تنفيذ القرارات ما تم في قمة جدة القمة السابقة حتى هذه اللحظة، وأيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد البغيط هيطرح رؤيته فيما يتعلق بمنظومة العمل العربي المشترك وكيف كانت خلال العام الماضي وما أبرز ما حققته منظومة العمل العربي المشترك في ظل التعاون العربي ولما الشمل العربي. البند الذي يلي هذه البنود هو البند الفلسطيني. فلسطين تتصدر أجندة جدول الأعمال العرب القادة العرب. هناك عدد كبير من البنود داخل هذا البند فيما يتعلق بملف عملية السلام وبالتأكيد التطورات الحاصلة في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع والذي دخل شهره الثامن، وأيضا التطورات الحاصلة على الحدود المصرية الفلسطينية مع في الجزء الفلسطيني في رفح الفلسطينية. كل هذه الأمور مطروحة على جدول أعمال العرب. هناك أيضا بند آخر يتعلق بالأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب. البند المائي والأمن المائي العربي مطروح خلال جدول أعمال هذه القمة. أيضا فيما يتعلق بالتوجه المصري السوداني والتعامل المصري السوداني مع مشكلة سد النهضة مطروحة على جدول أعمال القادة والزعماء العرب. كان هناك اتفاق حسب ما علمنا من مصادرنا بتنحي كافة القضايا الخلافية على القمة 33، لكن تم إدراج بند آخر قد تم حذفه وهو التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون الداخلية العربية. تم إعادة هذا البند وهو مطروح أيضا على جدول الأعمال. هناك عدد كبير من مشروعات القرارات مطروحة على أجندة اجتماع القادة وزعماء العرب هنا في المنامة، لكن مثلما أشرنا الجميع يترقب ما هي الخطوة وما هو القرار الذي سيتبناه القادة العرب فيما يتعلق بالتعامل مع الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة. نعم شروق. نعم محمد، جزيل الشكر لك، موفد التلفزيون المصري من المنامة العاصمة البحرينية.